اهلا فيكم حبايبي واهلين في روتيننا المسائي. كتير طلبتوني هذا الفيديو فقلت ليش لا. بلشت روتيني انه عم طلع الغسيلات من الغسالة وحروح انشرهم لانه من الصبح ما عملتهم فصار وقت انه عملهم. الساعة عنا 5 أو 5:30 هيك تقريبا، ف يعني بدغري بتعتم الدنيا هون باسطنبول وشايفين الجو مانو صباح مانو ليل هيك اللون يعني، بس الجو اليوم عموما كان حلو. بعد ما خلصت الغسيلات وهيك وضبيت كل شيء رحت لحتى اصلي. انا صراحه ما بحب اورجي واجباتي الدينيه بالفيديوهات، بحس انه هذا الشيء بيني وبين ربي، بس لانه في منكم قال لي انه لا بتعطينا تحفيز وكذا فقلت ليش لا. وصار وقت انه نعمل الغداء. هلا الغداء نحن شوي بيكون عنا متاخر لانه محمد دوامه كامل فما بيجي للساعة 6:30 احيانا 7، فالغداء بيكون عنا متاخر. ف زي ما بتشوفوا هون انا خليت الدجاج تبعي اوريدي ساويته الصبح وخليته هون في مي وخل وحامض. حاعمل دجاج بالفرن، حنحتاج للدجاج ولتتبيلة الدجاج طبعا، وكمان حنحتاج لبطاطا، يعني بطاطا ودجاج في الفرن هيك يعني حنعمل اول شغله. حساوي معكم التتبيله هلا، التتبيله صراحه كثير سهله وطيبه. حنحتاج ليوغورت ماسترد هذا يعني هات. حنحتاج كمان لصلصة الصويا، حنحتاج لتوم، حأستخدم فصين توم عشان هيك طعم التوم كتير بيكون طيب، تمام. وحنحتاج لشوي نقطة يعني مش كتير من زيت الزيتون، وكمان حنحتاج لتوابل هلا حأسويها معكم. أول شغلة هلا حنعملها هو إنه حنجيب اليوغورت، نحط معلقتين كبار من اليوغورت، بنضيف هيك نقطة من زيت الزيتون مش كتير، بعدين بنحط خردل، نقطة من صلصة الصويا، الحامض، فيكم هذا خل الحامض، فيكم تستخدموا ليمون، بس أنا حبيت أستخدم هذا الخل لأنه أوريدي استخدمت ليمون في نقع الدجاج، وهون عندنا فص الثوم حنبشرهم فوق الصلصة تبعنا. وبعدها حطيت التوابل، حطيت ملح، بعدين حطيت فلفل اسود، حطيت هون الفليفله الحاره او الشطه الحاره، وحطيت البابريكا الحلوه، حطيت كزبره يابسه، حطيت نقطه كمون، وحطيت الزنجبيل. الزنجبيل اللي عندكم فريش بيكون احسن، بس انا كان عندي بس زنجبيل بودره، وخلطت كل شيء هيك مع بعضه. وشغله نسيت ما ورجيتكم اياها او الحمد لله انه صورتها، اللي هي دبس الفليفله، كمان ضفت ملعقه وخلطت كل الخليط، بعدين جبت الدجاجات وفتحتهم هيك بالسكين 3 فتحات وحطيتهم في الصلصة أو التتبيلة تبعي، وخليتهم تقريبا هيك شي ساعة بالتتبيلة لحتى يرتاحوا ويفوت فيهم البهارات والتتبيلة. بعدين هون أنا رحت لحتى ساوي سلطة، قطعت خس وقطعت خيار، قطعت هذا الكرنب الأرجواني. هذا الكرنب الأرجواني يا جماعة طعمته كتير بتجنن، أنا أحيانا باكله هيك لحاله بدون ما أعمله سلطة. قطعت بندورة واحدة وحطيتهم، دايما مسحوا المكان اللي بتشتغلوا فيه. وبعدين حطيت زيت زيتون حامض، وحطيت كمان نعنع يابس، وكمان حطيت فلفل اسود وملح، ملح ما بعرف ليش ما تصورت، وحطيت كمان دبس الرمان، وترى صلصتنا صارت، او مو صلصتنا، سلطتنا صارت جاهزة. طبعا زي ما بتشوفوا هون انا جهزت البطاطا حبايبي وتبلتها وقطعتها بهذا الشكل، حطيتها هلا حارص عليها الدجاج واغطيها بورق الالومنيوم وافوتها على الفرن لمده يعني 40 دقيقه لل 50 دقيقه بتكون جاهزه الاكله. هلا الاكله بالفرن وقربت تجهز، بدي دق لمحمد لاشوف ان قرب يجي. الو يا حبيبي. يا حبيبي جاي انت قديش باقي لها؟ والله بدي شي نص ساعة أو ربع ساعة لفرق. تمام يلا لأنه الأكل قرب يجهز. جاج بالفرن. يلا ما تطول عليه. يلا I love you. باي باي. باي باي. ان شاء الله بس يكون الاكل طيب. نتمنى ذلك. مالك
شكرا جزيلا. القبطان سحبا بعدية بالأفق وقرر القبطان أن يعلو فوق حالة الطقس وهذا قرار جيد. هذول المخللات تبعنا. انا نمت شوي فقت من النوم هيك ببالي المخلل تذكرت المخللات لازم ندوقهم شو صار فيهم صح حنكبهم ولا حنستخدمهم. ايه على فكره ما قلت لكم الوقت اللي هو كان نايم يعني اخذ هيك قيلوله لانه تعبان انا جليت الجليات وهلا خلص هلا حنفتحهم. يلا ام اكسايتد. اوه بس شوف الالوان بشله وخاصة الريحة ريحة واو حابب ادوقهم كتير يا ربي ان شاء الله طيبين والله طيب والله او ماي جاد اوكي بدي ادوق انا بس انا هنا الكاميرا شوي لعندي لو سمحتي المالحين شوي صح بس طيبين انا بحب الملح شوي. هلا ممكن نكب شوي من هذا المي تبعهم ونحط لهم مي حلوه يعني نضيفهم على هاي المي ويمشي حالهم. طيب للاسف في واحد تبع اليخنه طلع مو تمام مو تمام تبع اليخنه يعني الكرنب الخيار الخيار كثير الخيار طيب والفلفل طيبه بس صراحه مالحين شوي هلا ضفناهم مي عاديه. طيب يعني انا شاطره ما يعني كاول مره والله اول مره ماشي الحال. شوفوا شكلهم هيك فوق شلون صار عن جد كيوت حامل عليهم زوم. والله كيوت فتبع اليخنه زي ما قال محمد خلص هذا ما صابت تبع الخيار طيب هلا عم باكله وتبع الفليفل طيب هذا. محمد راح يكب المصايات لكم هلا طلع. اوكي سو هلا انا حاجهز حتساعدني نون اكيد حتساعدني بلا يو جني هيت مي. المهم حنجهز هلا شغلات تبع السهره هيك حاساوي نيس كافيه حاستخدم الكافي ميت حابه اورجيكم طريقتي وعم بستخدم هذول الاكواب هيك لتكون انا ومحمد شبه بعض يعني اوكي. اول شغله حاعمل انه حاضيف ملعقه نيس كافيه هيك ملعقه صغيره كل كوب زي هيك. هلا حنضيف الكافي ميت تمام حنضيف 3 معالق. انا حاضيف سكر محمد ما بيشرب سكر فانا حاضيف سكر لإلي ان ما بتشربوا سكر ما بتحبوا سكر لا تضيفوه بس انا حاضيف. بعدين هون عندنا مي سخنه بنكتها هون هذول هيك بنستخدمهم احنا للشرب حتى لو كان المشروب ساخن فبنستخدمه. حجيب هذول الكواب هذول على فكره لما حطيتهم بالانستغرام هذا اليوم كثير منكم عم يحكوا لي شيء ما كيف طريقه صنعهم بشركم بشتريهم جداد. وهي هي هيك طاولتنا جاهزه يعني بسيطه شغلات بسيطه شو عم تعمل. عن جد هدول الناس يلي في تركيا عن جد جربون كثير 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 بجنوا. انا بحب تبع الفراوله محمد جايب اليوم تبع الموز والكراميل. anyway فحنكمل المسلسل تبعنا. وبس هيك صراحة بنقعد بنتفرج بناكل وخلص روتيننا المسائي. وبعدها بنقوم بننام. هي هي ان كنتوا حابين نعمل لكم مثل هيك فيديوهات مشتركة بين اليوتيوبر محمد وصانعة المحتوى. جايز ان جد بدكم فيديوهات من هذا النوع يكون نعمل فيديوهات مع محمد رغم انه هو ما بحب كثير انه بيكون مشغول بالشغل وهيك بس يعني انه يلا تعال. فحطوا لايكات واشتركوا بالقناه واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. تصبحون على خير. باي باي.